ما بغيت انا حملني محمد كان رفع الدعوه ديالي وكنعرف الشكايه ديالي للعامل اقليم زلال العامل ديال صاحب الجلاله اقليم زلال ضد السي عبد الحميد رئيس جامعه تدريب فتوكه تعدى عليا على كل حال خسر لي بلادي بالتيرانات وبالمشاكل دابا كنطلب من الله ومن صاحب العامل ديال صاحب الجلاله باش ينصفني على كل حال وباش يحيد عليا هذا السياد الظلم هذا اللي ظلمني هذا الرئيس ديال الجامعه.